أبدأ معك دكتور ممدوح سلامة بعد التحية والتقدير. هل كل شتاء سنسأل ذات السؤال فيما يتعلق بقدرة أوروبا على تلبية احتياجاتها من الغاز، أم أن هذه أزمة ستستمر مع أوروبا لفترة طويلة؟ أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي لم تتوقف منذ بدأت في كانون ثاني من عام 2021، عندما حاول الاتحاد الأوروبي بسياسته الخضراء الخاطئة التعجيل في التحول من الغاز والنفط إلى الطاقة البديلة، أي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ثم جاء نزاع أوكرانيا ليجعل هذه الأزمة أزمة عالمية، وجاءت كذلك العقوبات التي فرضت على روسيا للحيلولة دون صادرات الغاز والنفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. إذن الاتحاد الأوروبي في وضع لا يحسد عليه، والدليل على ذلك أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي هذا العام ينمو بقيمة 0.8%، أي أقل من 1%. وإذا كان الشتاء هذا العام قاسيا، هذا يعني أن الأسعار، أسعار الغاز والLNG سترتفع بشكل كبير، وهذا سيضاعف العقوبة الأضرار الاقتصادية على الاتحاد الأوروبي، وقد يحول دون قدرة الاتحاد الأوروبي على ملء خزاناته من جديد، خصوصا أن هناك ضيق في الطاقة الإنتاجية للغاز السائل LNG، حيث الطاقة الإضافية من قطر والولايات المتحدة لن تصل للأسواق قبل عام 2025. هذا يعني ارتفاع الأسعار، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيدفع أثمانا عالية ثمنا للLNG والغاز إذا وجد ذلك في السوق. وما هي خطط أوروبا لتجنب ذلك؟ هل لديها من الحيل ما تستطيع أن تطبقه؟ إذا هي لا تستطيع أن تؤثر على الطقس، إذا كان الطقس باردا ستعاني. تقصد أن الأزمة الطقس، أن الأزمة واقعة لا محالة. الأزمة واقعة لا محالة، ولكن إذا كان الشتاء معتدلا، هذا قد يمكن الاتحاد الأوروبي أن يجد كميات من الغاز تمكنه من سد حاجته إلى حد ما عن طريق نقص الاستخدام للغاز في شتاء معتدل. ولما أصيب الشتاء بهذا التطرف، عفوا الطقس والمناخ بهذا التطرف، على ما يبدو أن الشتاء سيكون قارصا، وبالتبعية البعد الاقتصادي